إذا معنا عبر الهاتف السيد عبد الملك رحماني رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. صباحك سعيد سيدي. صباح الخير، السلام عليكم. وعليك السلام. إذا كيف ترى يعني هذه اللقاءات، هل هي في وقتها بالذات أم أنه يعني جاءت متأخرة بما أنها قبل أيام فقط عن دخول وشيك؟ صراحة هذه اللقاءات مع السيد الوزير جاءت متأخرة، كنا نتمنوا أنه العمل يبدأ في شهر جويلية بعد العيد. لماذا؟ لأنه يعني معادلة الدخول الجامعي هي معادلة صعبة جدا، وحنا كنا نتمنوا أنه نساهموا في هذا الدخول، في إعطاء يعني الدخول الجامعي إعطاء استقرار. ولكن صراحة يعني أن ننتظر الدخول الجامعي لتقديم دعوة لشركاء الاجتماعيين، حنا في الكنس يعني رانا نقدروا نقولوا أنه رانا متخوفين من تلاعب ولا من استعمال هذا. طيب لماذا هذا التخوف؟ لماذا هذا التخوف؟ أنت قلت في تسجيل كنا شاهدناه في التقرير، قلت أنه فيه دوائر داخل الوزارة تحاول القيام بتكسير نقابات، لماذا يعني هذا نصل إلى هذا الحد؟ هذه مناورات داخل الوصاية، يعني داخل الوزارة فيه دوائر، فيه بعض الأشخاص اللي ما يحبوش النقابات المستقلة، اللي ما يحبوش استقرار للجامعة حتى. لماذا؟ لأنه باش نقول لك صراحة، باش يعني تكون وحيد كما يقول لك تستعمل أموال الدولة كما تحب ويكون فيه فساد، لازم النقابة تكون بعيدة عن الأعين. فهذه حقيقة. لماذا؟ وأنا نقول لك السيد الوزير تلاقيت به، كانت عندي لقاءات عديدة مع السيد الوزير، أعطاني يعني طمأنة، ولكن في آخر المطاف نشوفوا أنه 4 أشهر بعد يعني بعد تنصيب السيد الوزير ما كانش فيه لقاء مع المكتب الوطني، لأنه مع المكتب الوطني معناها جلسة عمل، معناها تبادل الآراء حول طريقة العمل، حول سياسة الوصاية. ولكن اليوم أستاذ نقول صراحة، اليوم هذه اللقاءات المجلس الوطني راح يكون له موقف يوم 12 سبتمبر إن شاء الله، راح يكون في الجزائر العاصمة، راح يكون موقف من هذه الدعوة ومن جدول الأعمال. وحنا نتمناو انه هذه، انا نقول نتمناو، ما تكونش مراوغة ولا مناورة. طيب استاذ رحماني، فقط باختصار، فقط ابرز مطالبكم اللي ممكن انكم تقدموها للوزير لما تلتقيوا معه منتصف سبتمبر. انا قلت اول قضية هي قضية الشراكة الحقيقية والفعالة، نكون كشركاء اجتماعيين بأتم معنى الكلمة. والمشاكل الاخرى كان فيه ملفات مثل محضر اللي مضيناه مع السيد الوزير السابق، مضينا ملف يحتوي على عدة نقاط تخص مهنة الأستاذ، تخص السكن، تخص الأجور، رفع الأجور، تخص عدة نقاط تعلق بمهنة الأستاذ والحل الاجتماعي للأستاذ. نتمنى أن المحضر هذا يكون معترف به بالوزير الحالي، لأنه هذه من أبجديات الدولة. وإحنا نتمنى أن هذا المحضر يكون نقطة انطلاق لعهدة جديدة. طيب ترى فيه نية من الوزير الحالي لإصلاح الأوضاع وللاستجابة لهذه المطالب؟ أنا أقول لك الوزير الحالي في حجار، عنده إرادة قوية أنه يعمل للقطاع، هذا نفرغ منه. سيد حجار عنده إرادة، ولكن قضية طريقة عمل فقط. ما نتكلموش على نية الأشخاص، أنا نتكلم على بعض الدوائر في الوزارة، وسيد الوزير هو على باله بهذه الدوائر، راه بدا يصفي داخل الوزارة. ولكن على نية الوزير، سيد الوزير هي نية خالصة ونية صافية، لأنه ما يقدرش يعني أمام الحكومة يقدم يعني حصيلة سلبية. ولكن أنا أقول طريقة العمل يجب أن تكون طريقة ليست فردية، ليست من إملاء الوصاية، ولكن طريقة نتفاهموا عليها. مثل يعني هو اقترح انشاء لجنه يعني مشتركه نعم، كل 4 أشهر، ولكن هذا الامر ما تشاورناش فيه. يتكلم على الغاء رساله الاستقبال للتربصات خارج البلاد، ولكن هذا الشيء ما اتفقناش به عليه. يتكلم على تمديد ساعات التدريس الى 8 مثلا، ولكن نعم، ما اتفقناش عليه. أنا السيد الوزير إرادته لازم تكون
إرادة مشتركة ونتقاسموها مع شركاء اجتماعيين. نعم، والإرادة تاع السيد الوزير نتقاسموها. أنا السيد الوزير سي حجار معروف بالجهود تاعو، معروف يعني بسياسة كل حاجة، وهو كذلك الأستاذ، ولكن اليوم لازم أنه مع الشريك الاجتماعي لازم يتقاسم هذه الإرادة. وكذلك أستاذ عبد المالك رحماني رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لكم.